الأول والأخير العادات والتقاليد، لا بد أنهم هم يمسكوا هذه العادات والتقاليد، لأن حتى الله يرحمه الشيخ زايد ذكر أن لا بد تحافظوا على العادات والتقاليد في هذا الشأن، واللي ما له ماضي ما له مستقبل. فأرجو الشباب سواء كان المسؤولين أو باقي الشعب المحافظة على تراثهم وعاداتهم وتقاليدهم. خليه ويحمي حمد للشرق يدعو له، زايد زرع فيه أمانيه يشابه فعله وقوله.